أفضل تمرين لحرق دهون الجسم. السلام عليكم لافامي، معكم حكيم لوماجيسيان. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أفضل تمرين لحرق دهون الجسم بالكامل. أولا تحياتي لكل متابعي حكيم لوماجيسيان، وأنا أشكركم على نصف مليون متابع على القناة. أنا فرحان بزاف والله العظيم. وبهذه المناسبة سوف أعرفكم على ستيل جديد للتمارين، أو بمعنى آخر كيف تتمرن على اليوتيوب. ثقوا بي، هذه التمارين سهلة جدا، فقط تحتاج إلى العزيمة والإرادة. هيا يا بطل وهيا يا بطلة، نحن بشر لسنا حيوانات، العقل السليم في الجسم السليم. أنت بشر، لذلك يجب عليك الاعتناء بجسمك وجسدك. قبل أن أبدأ في التمرين أريد منكم أن تتركوا لي أكبر عدد من التعليقات، ولذلك أجبوني على هذا السؤال: كم عدد اللايكات على الفيديو الآن؟ هل قمت بالإجابة في التعليقات؟ حسناً، هيا بنا لنبدأ الآن. شغل الفيديو وقم بكل الحركات التي سوف أقوم بها. Rest.
podcast. Go. هذا التمرين بالكامل. قم بتكرار هذا التمرين لمدة 7 أيام إلى 15 يوم وسوف ترى نتيجة إيجابية، وأنا أضمن لك سوف تشاهد تغييرات على جسمك. هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، ولا تنسوا أن تدركوا لي أكبر عدد من التعليقات مع الإجابة على السؤال. وسوف أقول لكم مرة أخرى شكرا على 500,000 متابع، أنا أحبكم كثيرا، والله أحبكم كثيرا. ولا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع كل أصدقائكم، وأرجو منكم أن تتابعوني على الانستغرام حتى نتقرب من بعضنا أكثر، وشاهد هذا الفيديو مع الاشتراك في قناتي الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوم.